جيرانك دول جيرانك في كل مكان، جيرانك حتى لو لحظة معاك جيرانك. كون معاهم صادق ولا تكذب في أي حوار، وجد قوي في التعامل معاهم بروح حلوة في الكلام، وكون دايما معاهم تمام ولا تغيب لحظة عن هذا النظام، وضحكك معاهم يكون باحترام وحافظ عليهم بكل كلام، وولد معاهم صداقة سلام تبعدكوا دايما عن أي خلاف، ولا تسمح لفتنة بينكم تسير وفي غضبك تكون عنهم بعيد، لأنهم جيرانك في لحظة زمان في الشغل دايما موجودين، والفترة طويلة أكيد معاك، وبتبقى أنت في أحسن حالات صاحي طول هذه الأوقات، وفي المواصلة جيرانك معاك، تنزل الشارع برضو معاك، حواليك رايحين جايين، تروح دار العبادة هم معاك، أي مصلحة هم موجودين، يعني هم رفاق معاك، حتى في بيتك صاحي نايم واكل ولا شارب حوالين بيتك موجودين، يبقى تحافظ عليهم يا حبيبي بكل جميل. وأسرارك مهم انت وأهلك تكون في عقلك وتحافظ عليه، وبكل شدة ما توصل لجارك إذا كان قريب ولا غريب، وعكس ذلك هيكون مريب الوضع طبعا ممكن عليك. وفي النهاية جارك معاك في كل مكان ولحظة، هيكون معاك أكيد موجود، فكون معاه بحق تمام، واعمل حساب أكيد ليوم للحظة معروفة للكل تمام، جسدك هيبقى جثة همدة، وهتخرص كمان من أي كلام، وعينك هتقفل ولا تنظر كمان، يعني لا حول ليك ولا قوة. جارك ساعته في أي مكان هيجري بقوة مهما كان، وهينسى كل حاجة عنده عشان يطمئن ساعتها عليك. لو عمرك لسه في حياة هيكون منقذ ليك أكيد، ولو مفيش البقاء لله هيشيلك برضه ستري عليك. عايزين نستوعب يا ناس الكلام، ولا حد يزعل منه ولا مني، الموت حقيقة في الكون موجود، ولا يحدث غير هذا الكلام من جارك حتى لو كان عدو، هيشيلك هيشيلك مدام موجود في هذا المكان. فنسمع بجد يا ناس الكلام، ونحافظ على الجار في كل مكان يكون موجود. ومرة تانية أعيد الكلام، ولو لحظة واحدة جارك رفيق فحافظ عليه بفكرك أكيد.